هذا يسأل عن صلاة الجماعة، صلاة في جماعة تعدل 24 صلاة أو 27 صلاة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على فضل الجماعة، صلاة في جماعة على صلاة الفذ. صلاة الفذ عن صلاة واحدة، والصلاة في جماعة عن 27 صلاة. وين الفرق بين واحدة وسبع وعشرين؟ هذا يدل على فضل صلاة الجماعة، وأن الله يعطيه أجر 27 صلاة. أما إذا صلى وحده من غير عذر فليس له أجر إلا صلاة واحدة. أنت لو قال لك واحد تخير أعطيك ريال ولا أعطيك 27 ريال، ها تقول أبي الريال؟ لا، لو تأخذ الريال قالوا الناس أنت ما أنت بعاقل، أنت لست عاقلا، أنت سفيه، كيف تترك 27 ريال وتأخذ ريال؟ فالذي يصلي يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده هذا سفيه، لأنه ترك الربح وتجارة الآخرة لا لشيء إلا للكسل، فهذا في الحقيقة تفريط وإضاعة. بقية سؤاله صلاة الرجل في الفلات، الرجل اللي ما عنده جماعة ويؤذن في الفلات ويصلي، هذا له أجر عظيم، وتشهد له الأرض التي تسمع نداءه في الصلاة الأذان وهو يصلي وحده لأن ما عنده جماعة، ما عنده. أما لو كان عنده جماعة فلا يجوز يصلي وحده ولو هو في الفلات، لو كانوا اثنين فأكثر ما يجوز لكل واحد يصلي الحال، يجب عليهم أن يصلوا جميعا. نعم.